أبدا أبدا، ولكن هو من باب الرعاية والحرص على الطالبات. لدينا في الوحدات السكنية الأربع أكثر من 600 طالبة، يتراوح عددهم في الوحدات السكنية ما بين 130 طالبة إلى 200 طالبة حسب استيعاب الوحدة السكنية. يعني أبدا لا تعني وجود السواتر، السواتر ليست من حديد كما ذكرت الصحف، ولكن هي من خشب رقيق موضوع وفق اشتراطات الأمن والسلامة من الدفاع المدني. ولدينا زيارات دورية من الدفاع المدني للتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة في السكن. فعدم وجود السواتر لا يعني وجود الثقة، بالعكس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الخير في أمتي، وهذا قول المصطفى والتسليم، يعني عليه أفضل الصلاة والتسليم. فالخير في كل مسلمة، الخير في بناتنا الطالبات، طالبة أم القرى، طالبة مسلمة تحمل كل صفات الخير. طب دكتور ابتسام، يمكن سؤال يتبادر هلا لأذهان المشاهدين، إذا شو كان داعي تركيب هاي السواتر؟ السواتر الوحدات السكنية موجودة في أحياء سكنية، يعني تحيط بالوحدات السكنية عمائر سكنية، بالتالي من باب الرعاية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن باب الرعاية والحرص على الطالبات وضعنا السواتر، والسواتر موجودة من أكثر من 30 سنة. يعني الوحدات السكنية، الجامعة تقدم خدمة الإسكان للطالبات من أكثر من 30 سنة. فالسواتر موجودة، والدفاع المدني باستمرار له زيارات دورية التأكد منها ومن سلامتها. يعني وضعت في ضوء اشتراطات معينة، أنها تكون سهلة النزع، أن تسمح بدخول الهواء والشمس، ففي اشتراطات. جميل ان عرفنا منك حقيقه الامر دكتوره ابتسام، ويعني هاي تحيه شكر موجهه لكم، والله يعينكم يا رب على رعايه مسؤوليتكم ان شاء الله. شكرا لك. استاذه ابتسام، عندنا كمان استبيان احنا عملناه في المنتدى، الاستبيان كان حول هل تعتبري خوف اهلك عليك شيء مبرر؟ طبعا اجابوا على الاستبيان 272 فتاه، كان منهم 80.5% اعتبروا امر طبيعي خوف الاهل عليهم، عندنا مثلا 12.5% اعتبروا شك في غير محله، اها، و7% اعتبروا لا شك غير مبرر. طبعا احنا نتائج الاستبيان ظاهره معنا هلا على الشاشه، تعليقك اولا على الارقام. يعني هو طبيعي، احنا نعيش الان فتره تغيير كبيره. يعني خلينا نرجع قبل 30 سنة، يعني ما كان وضع زي كده. يعني كان زمان على حسب ما بنسمع في المسلسلات وفي الأشياء هذه اللي بيعرضوا فيها الذكريات القديمة، إنه كان حتى المدرسة هذه مرحلة تطور كبير، إنه في واحدة تفكر تروح مدرسة ولا تفكر تروح جامعة. فهو التغيير ماشي، الدنيا ماشية والتغيير ماشي، بس هي الشغلة يبغى لها شوية صبر. يعني الناس اللي مثلا بتقول إنه الخوف هي نسبة بسيطة، هذا شيء مرة ممتاز، النسبة بسيطة، هم اللي بيقولوا إنه الخوف غير مبرر. غالباً زي كده بتكون في مشكلة، إنه في سوء فهم في نفس المحيط حقهم. يعني أحيان مثلاً زي ما قلنا إنه في أحيان استجابات غلط، أحيان حتى الملامح بتبين شيء عكس الحقيقة. لغة الجسد، لغة الجسد بالضبط. يعني واحدة مثلاً أمها بتكلمها في سؤال مهم، يعني مين كلمك، مين ما أدري إيش، تطنش أو تطنش وتقعد في التلفزيون. يعني احنا قد نبرر الخوف بداعي الحمايه، خوف الاهل على ابنائهم بداعي الحمايه، لكن متى يصبح الخوف غير مبرر ويصبح شك، خلينا اقول في غير محله، ويتعدى حدود الحمايه؟ الشك المرضي. الشك المرضي هو اللي بيكون مبني على التخمين والتصديق الغير واقع، يعني افتراض شيء ونعيش على اساسه. بالضبط. يعني هو الانسان زي اللي مثلا بتخيل في الكاسه مليانه وهي فاضيه، وسواس. يعني هذا في تدخل طبي، محتاج علاج طبي. لكن في نوع من انواع الشخصيات الشكاكه اللي وفق يعني الدراسات اللي بتقول لك سمات الشخصيه، في شخصيه اسمها الشخصيه الشكاكه اللي بتعتمد على ديتيز تفاصيل، تحب انك انت تعطيها تفاصيل. يعني مثلا لما بتسال سؤال تعطيها تفاصيل، ما تحب السريه. يعني ايش السريه؟ مثلا زي معروف ان احنا يعني احنا كلنا كمات حواء نحب شويه الميول العاطفيه حتى مع صديقاتنا، نحب نطول بالتليفون، نحب نتكلم ايش سويتوا، ايش اكلتوا، ايش في ثلاجتكم، ايش يعني تحسي انه طبعا بتكون الام في المطبخ فالقلب بيغلي مع الزيت. ايوه،
فهذه الأشياء كلها يعني بترتب عليها أمور إنه بيصير في شك. فالوحدة هي الذكية تعرف تتصرف. يعني هي والله حسيت إنه أمي شوية بدأت متخوفة أو شيء من التصرفات، لا أنا والله أخذ جوالي وأجلسها في المطبخ شوية حبتين أزعجها، بعدين هي بالملعقة برا أحكي بغرفتك بالضبط يعني. طيب إحنا معنا مداخلة هاتفية من رزان بعبد الله. رزان بعبد الله طبعا هي مؤسسة مشروع جيل البيان. السلام عليكم رزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكي معنا. رزان، قبل شوي كنا عم نتحدث مع الأستاذ ابتسام حول موضوع التفاعلات الاجتماعية، الأنشطة والفعاليات اللي بتحب مرات الفتيات تشارك فيها، لكن الأهل بدافع الخوف أو بدافع أو بإحساس أنه مش ضروري هذا الأمر بيمنعوها أو بيحاولوا يحدوا مشاركتها فيها. بداية برأيك، هل مشاركة الفتيات في مثل هاي الأمور أمر أساسي وضروري ولا هو إشي ثانوي ومش مهم؟ طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قضية مشاركة الفتاة في الأنشطة الاجتماعية والبرامج التفاعلية يعني حقيقة أشوف أنها من أهم الأمور اللي من شأنها أنها تدفع الكفاءة الذاتية للفتاة. طبعا أكيد حتثقل مواهبها وقدراتها إذا وجهت توجيه صحيح. يعني لو جينا نقارن بين فتاة تشارك في أعمال تطوعية وتحضر أنشطة ودورات أو تكون حتى أحد فريق العمل، بالتأكيد هذا حيشعرها بأنها تقدم أمر ذو فائدة لمجتمعها، تكون لها بصمتها المميزة التي تصنعها، وهذا حيعطيها طبعا دفعة معنوية للدخول في عالم الإنجاز وأنها تثق بنفسها أكثر. بعكس لو جينا نقارنها بفتاة رصيدها فيها من هذه البرامج أو الدورات منعدم، وهذا عن تجربة شخصية شفناها يعني عندي في مشروع جيل البيان قدام عيننا. احنا عندنا نقدم برامج متعدده، فمن ضمن البرامج ملتقى احلى انسان الصيفي. هذا الملتقى قدم على مدار 3 سنين متواليه، وصلت السنه هذه ان شاء الله حتكون السنه الرابعه. فالسنه الماضيه جاتني واحده من البنات قالت لي انه والدتها حاولت انه تغير شخصيتها للافضل، وخلال فتره المخيم ولله الحمد 8 ايام تغيرت تماما. اذا نبغى نوصل انه مشاركه الفتاه له ايجابيات تنعكس مباشره على حياه الفتاه بكل مجالاتها وحتى كمان على الأسرة. طيب هلا كيف ممكن نساعد الفتيات يقنعوا أهاليهم بأهمية مشاركتهم ودورهم في الحياة الاجتماعية والأنشطة العامة؟ وخلينا نقول كيف ممكن يعني نساعدهم بأنه يكسروا حاجز الشك أو خلينا خوف الزائد من أهاليهم ويقتنعوا أهاليهم بمشاركتهم بهذه الأمور؟ والله أول هو من حسن حظ الفتاة أنه عندها طريق آخر لحضور هذه الأنشطة والمشاركة فيها. يعني المشاركة الآن لم تعد محصورة فقط في الفعاليات الخارجية، بمعنى أن الفتاة عندها القدرة أنها تحضر هذه الأنشطة والدورات أونلاين على الإنترنت، وهذا الشيء نقدمه في موقع منبر الداعية، وحتى ممكن أنها تشارك في مشاريع وتكون لها عضويات أيضا عن طريق الإنترنت. يعني عندها طريق آخر في حالة أنه أهلها كانوا رافضين تماما أنها تشارك في فعاليات خارجية، لكن ممكن أنها تقنعهم في البداية بأن يكون حضورها لهذه الأنشطة مع والدتها، وإذا شافت والدتها أنه فعلاً هي مستفيدة وأن البرامج المطروحة برامج لها قيمتها، بالتأكيد ستسمح لها المشاركة في مثل هذه الأنشطة. أو ممكن يكون الإقناع عن طريق أشخاص لهم تأثير على أهلها، يعني فقط تعزم الفتاة وتصدق النية مع أن يكون دورها فعال بحضورها لهذه البرامج مهما واجهتها من صعوبات. اللي أبغى أقوله في نهاية المطاف أن الإنسان متى صدق النية مع الله عز وجل ممكن يرده جل في علاه. صحيح، شكرا لك رزان، مداخلة جدا ثرية، شكرا أثرت حوارنا اليوم. طيب نرجع لك أستاذ ابتسام. طبعا أستاذ ابتسام، كل اللي شاهدوا اللي وصلنا لحمل الحلقة أكيد في بنات حتقول لك ما مقتنعة بالكلام، تقول لك لا أنا أهلي كذا، أنا مستحيل لو إيش أقنعهم، خاصة أنا أبويا كذا، أنا أمي كذا. طب إيش تنصح البنت هذه إنه كيف تقدر تتقبل إن هي تعيش مع الوضع هذا؟ أول شيء إحنا نعرف إنه ما في شيء في الحياة كامل كمال وجه الله عز وجل. يعني إحنا نبغى إنه في الحياة ما فيها تحديات، تحديات موجودة زي ما أنتوا عرضتوا قبل شوية اللي هي مشكلة السكن ومشكلة بتكون في البيت ومشكلة ومشكلة زي البرنامج بيعرض العديد من الأفكار. نفس الشيء يعني المشاكل هي واردة، الأفكار الصعبة واردة. يعني إحنا كمجتمع نعيش في مرحلة ضغوط، عندنا تحديات في الأسرة، عندنا تحديات في العمل، احنا بنخلص الجامعة بندخل في تحديات أخرى غير الجامعة، تحديات العمل، بنخلص من تحدياتها تدخل في تحديات الزواج، تخلص من تحديات الأولاد. يعني هي مزيج من التحديات، بس الإنسان الشاطر الذكي هو اللي يقدر يستخرج القوة الكامية في الأوقات الصعبة. طب زي ما قالت الدكتورة ابتسام، الخير في وفي أمتي، وإحنا إن شاء الله نفترض الخير وحسن النية في جميع الفتيات، لكن كل ابن آدم خطأ
وممكن يكون الفتيات مثلا وقعوا بفتاة وقعت بخطأ معين، بعد ما وقعت الفتاة بخطأ وندمت وكلها بنخطأ، يعني كيف ممكن تستعيد ثقة أهلها فيها؟ هنا معناته ندخل في استراتيجية حل المشاكل. يعني دحين الآن إحنا كنا بنتكلم على لو صارت مشكلة ليه الشك، لكن هنا الآن في مشكلة. ممكن نجاوب على الموضوع بعد المشكلة لكن بعد ما نتابع التقرير التالي.